الالتجاه للمشعوذين والدجالين والسحرة والرعوانيين زادة ولا ثقافة راسخة لدى التوانسة؟ علاش وصلنا هيك حسب رأيك؟ والله نسميها نظايا جهل. الدجال شنو باش يعمل لك؟ والسحار شنو باش تعمل لك؟ هاني مهنة وينتهزوا بها في الشعب اللي هو اللي غالب عليه. يلقاوها نكلف فيك لا ثقافة لا قراية. المشكل ولينا نشوفه معناتها احنا انت ربطتها بالثقافة والقراية، بالعكس ولينا نشوفه في ناس عندها حتى مستويات، تلقى مثلا أساتذة، تلقى طب، تلقى قضاة، تلقى معناتها مختلف الشرائح ومختلف الأصناف يرتدوا. مشني مقتنع به حتى ولو يكون هو فلكي، مشني مقتنع به، خاطر انا التمست وهذايا وشفته بداية. كيفاش شفت؟ شفته بداية فما شكون اللي مشيت له وكلف فيك وعطيته الفلوس ويسلم عليه على اليمين وعلى اليسار، ومن بعد وليت الموج على اليمين ومنه ومنه، من بعد حتى بشهر يعني انت صار لك وكانت عندك تجربة مع واحد من المشعوذين، يحكي لنا عليه. شكيت في روحي لكوني مسحور، مشيت له. هاي فما واحدة قصيرة، واحدة طويلة، وعندك وهي في الجردة محطوط. تبعت النصائح نتاعو والوصايا نتاعو؟ لا. كيفاش فقت اللي انت غلطت وما مشيتش للدراسة الصحيحة؟ على خاطر حالتي عادية والتمست كل شيء، قريت القرآن كهو، قريت القرآن، فما حتى دواء يدخل في القرآن. هروب من الحقيقة، هشاش الإيمان، وممكن ديبريسيون. العباد تحب هكا خاطر الدجالين ويعطوهم هكا حاجات يمكن يفرحوهم بسيشيكمون، ولا يعطوهم كلام فيه زعما أمل، هذا علاش يلوج معنا التونسي. غياب الوزع الديني، معناتها قد ما نبعدوا عن الدين قد ما ننسوا المشعوذين وقد ما نتعلقوا بالأوهام، وخاصة كما يقولوها فما مثل يقول لك الغارق يتعلق حتى بسبيبة. معناتها جيست ما تقول له إيه باش تاخذ مثال الطفلة ما خذيتش، نجيب لك وكذا وها وعندي كذا وفيديوهات ودرا شنو ودرا شنو، وهي كلها مكاتيب من عند ربي اللي باش يعمل اللي باش يقصد ربي، ما يقصد حتى بشر. كذب المنجمون ولو صدقوا، معناتها زايد باب مسكر. غياب الوزع الديني لا اكثر ولا اقل، كي يغيب الدين معناتها كل شيء يولي ساهل. نشوفوا فيهم المشعوذين هذوما اش يملكوا واش يعملوا كذا، فاش يبيعوا في الوهم، في الاخر ما فما حتى شيء على ارض الواقع، ما فما حتى شيء، ولكن ياخذوا في فلوس كبيره برشا. الناس معناتها ضعف، معناتها اذا كان الايمان نتاعو ضعيف دونك زي ما يتعلق باي حاجه ويدفع نيمبورت كوا، وهاي باش تعرس وما كان ما عندكش وما ما تجيبش صغار، تولي تجيب الصغار ونسمع في قضايا. والحق ما انت شيء باهت، يقول الشعب درا شعب مثقف، والا شعب ما انت شبه مثقف. فما ناس يشوفوها حاجه فارغه، فهمت؟ فما ناس منت بها، شكون اللي يمن بها اللي عمل بها حاجه خايبه وصارت؟ فهمت شنو هي؟ كيفاش فهمنا؟ كيفاش عمل حاجه خايبه وصارت؟ تحكي على المواطن التونسي طبعا. اي فما شكون فرق امراه وراجل، فما شكون معناها لك واحد في خدمته، فهمت؟ معناها عمل له لقاء وشاف، فهمت شنو هي؟ اما فما حاجات تجيب الحاجه بها، يحبوا يعملوا مثلا امراه تقربها الراجل ولا حاجه، فهمت؟ حتى كي يسمع بها واحد ما يلوموش، يقول لك والله عمل حاجه ما يحب يعمل حاجه بها، اما وقتاش توجعوا كي تعمل بها حاجه خايبه. اما هي في قلب بعضها حاجه خايبه رايي هي بصراحه، فما عباد ما تمنش بها، بها ولا خايب ما يمنوش بها. المواطن الشخصي نتاعو ضعيف، تعرف انت ولا؟ ما نخليش انا الطب ونمشي نتبع الرعوان، فهمت ولا؟ ما نخليش اللي قاريه 20 سنه و 30 سنه طب وفي امريكا وفي فرنسا ونتبع الرعوان، فهمت؟ ويجي واحد يقول لك والله راني نداوي على الكونسير، يمشي اخويا المخابر العالميه قدم الاطروحه نتاعك واعمل. موجود هذيك هي الشيء الضعف الشخصي نتاع العباد وكاهو. والله ما نصورش كان ثقافة، هي خاطر هي ديجا اسمها معناتها على مسمى، معناتها دجال ومشعوذ هكا ولا هي، معناتها ما فيها ما يمشي غير العباد من عشرة. نشوف فيها بساطة، نشوف فيها حاجات جهل بالأكثرية، جهل مش حتى بساطة، ممكن توصل حتى المستوى نتاع الجهل. خاطر باش يمشي واحد باش يمشي باش يشوف عشان باش يشوف، وما ثم كربي معناتها سبحانه وتعالى هو اللي يقدرها كما يحب، وكل واحد كيفاش يصير وكل واحد كيفاش يراه. معناتها التدجير والشعب هذه معناتها ما عندنا حتى علاقه بينهم، عندنا اصلا واحد من الاسماء ما نعرفهمش وما نحبش نسمع بهم جمله. جربتش مشيت الدجال ولا عراف ولا؟ لا لا والعياذ بالله، لا 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 ما تؤمنش بهم جمله يعني. انا ما نؤمنش بهم وما نصدقهمش وما نعطيهمش ثقتي اون بليس.
حتى كان باش نعيش ديبريسيون بيني وبين روحي معناها. تمنى بلي يقول لك مثلا ثم شكون قادر انه يقرب الحبيب ويجيب الحبيب جلب الحبيب، خاصه نشوف في برشا ثم برشا بنات توصل معناتها يتعطل المكتوب نتاعها ويوخر برشا تولي تلتجئ له وبالصدفه مثلا سهل لها ربي عن طريق الشخص هذا. والله كله بمكتوب ربي، هو راهو اون فيت يعني ربي هو اللي كتب الحاجه وربي هو اللي بعدها. اذا اجتمع الانس والجن على ان يضروك بشيء ما يضروكش، واذا اجتمعوا باش ينفعوك زاد ما ينفعوكش، معناها كله من عند الله. دونك معناها الشعوذه والدجالين معناها هذايا زنقة حادة، فهمت؟ ثم شكون يمنوا بهم باش يداووهم، ثم شكون يقول لك مثلا بالنسبة للنساء تقريب الحبيب، ثم شكون يستعملوا للشر تفريق مثلا تفريق بين زوز، ولا علاش وصلنا هيك؟ ما يقولوا هم نسمع هيك يا متبخين، أنا ما نمش به، أنا ما نمش بهم وأنا مش قادرين يعملوا لحبيب. ليه منصر ليه لما يعمل كان ربي وطبيب، ثم ربي هو ثم العلم وثم الطب وثم هو اللي نجم يعمل كل شيء، باقي الكل من ثم ثم حد شيء صحيح من الحكاية هذوما. اما نرجع لك المثال نتاع نجبدوه زعما ما يصيرش نتاع بلقيس ولات معناتها وزارة شعبية خاطر كيفاش معناتها وزارة معناتها نتاع بزنس، ولات الدجال والشعوذة ولات بزنس في تونس، نشوفوا في آلاف التوانسة يمشوا لهم. والمشكل معناتها مش كان احنا كنا نتوقعوا انه المواطن البسيط الزوالي في مخه، طبعا ولينا نشوفوا في ناس مثقفة، طب، معلمين، أساتذة. والله مشكلة الكل وعي، نصور الكل وعي وثقافة وإيمان زادة، فهمتي؟ خاطر ما ثم واحد ما يؤمن بربي ويؤمن معناتها بمشخار ويؤمن بالعلم، معناتها البخل كله ما عنده حتى مفعول وما عندهم حتى نتيجة وما عندهم حتى معناتها الناس ثم ناس يضر يخسروا فلوس برشا على المواضيع هذه، وحرام معناتها نشوف فيه كان يعملوا في الحرام ولا من جد. قلت إنه معناتها الحالة ثم منها في العائلة كيفاش؟ حالة ثم شكون يمشوا ليش العرافات وشوافات وانا مشي ساعات حتى ما خلوليش باع الناس انا ماشي وين انا ماشي هنا باع الناس كانوا مشيوا وشوفوا كي هما من العائله اكيد راك نصحتهم كي هما من العائله ما شنو بالطبيعه يعرفوا يوم بعدك علاش ما خلوليش يعني يمشيوا حتى من غير ما يقولوا ولا ما ومن بعد الناس ما يقولوا ها مشينا وهاي شفت انه حكيت فارغه حكيت معناتها مالها حتى معنى مالها فهمتي هما حتى ماشيين بهم مش مقتنعين راهو كيك غير معاش بساطه نتاع باش يشوفوا حاجه باهي وكان واحد يقرا في البراج في الجدريد كيك تعرف اليوم حظك اليوم هكاك موجود هذه فهمت ولا اما هو ربي يقول لك ولكل اجل كتاب فهمت ولا عندها اجل راهو الحكايه هذيك فهمت ولا اما الدجال ما عندوش دخل في مشيئه الله سبحانه وتعالى هو يقول لك كذب المنجمون ولو صدقوا فهمت ولا ما عندوش اما هاني جيت كسبب فهمت ولا هاني مشيت لفلان لا 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 هذه حاجه الهيه متعلقه بربي سبحانه وتعالى من نجم لا دجال ما يدخل فيها حتى واحد هذه حكمة الله اخي دجال يمشي ترقلت روحك انت هي برا دجال هي رقل روحك انت ساعه قبل ما تجي تحدثني انا كيفاش يرقل روحه؟ مثلا كيفاش يرقل روحه هو تلقي دجال دجل على الفلوس برا دجل على الفلوس اعرف كيف تجيب الفلوس فهمت ولا لا بطريقه صحيحه. هاو يجيب فيها من الضحايا نتاعك. من الضحايا ما يباركش ليها ربي راهو فيها، ردي بالك. لطيف يا لطيف، انت تبدا قازه باب ربي وناويه على الخير واحد يجي يتحايل عليك ولا يكذب عليك بالقران فهمت ولا موجودين راهو هذول لا وموجودين اللي يخدموا بالحلال وياخذوا بالقران. وما يطلبش عليك فلوس تعطيه انت حتى 100 فرنك وخذها ويقول لك يرحم والديك. هذوك شكون؟ هذوك اللي عملوا الرقيه الشرعيه، فهمتي ولا لا؟ وما يطلبش عليك مثلا الواحد مبالغ مشطه ولا واحد، لا لا اللي تعطيه انت فيه البركه، هو حاسب باش تذكريه انت تقول يرحم والديها هكا الراجل الطيب وهكا الراجل الباهي، اما ثم ناس اخرى تخسر في الملايين راهي تخسر في الملايين. حتى الرجل فما اللي معناتها تلقاها نفسيته ضعيفه شويه هكا وغياب الوازع الديني وكل شيء يتعلق بحاجه كي معناتها يقول له اي معناتها راك باش تخدم ولا باش تخدم راه ولا باش تحل مشاريع ولا كذا دونك يستسيغ الفكره مع غياب الوازع الديني دونك معناتها يولي كل شيء سهل ويدفع الفلوس موجود مش معناتها فئه كبيره ولكنها موجوده. كنا نعتقد انه مثلا المواطن البسيط وينجم يصدق حكايات كيما هذوما، لكن ثم برشا ناس معناتها مثقفه عندها مستوى دراسي معين يوصلوا حتى هما يلتجوا لهذوما ويصدقوا.
كيما قلت لك الديبريسيون نجم توصل العبد، يعني الديبريسيون ما عندهاش فرق بين انسان مستوى دراسي والا انسان ما عندوش مستوى، كلهم كيف لهذا يلتجئ معناها للحكايات هذه باش ترتاح، هذا يمكن بينه وبين روحه باش يرتاح. السحر معناتها موجود، معناتها ربي بعدهم علينا دنيا واخره، واللي باش يحب يحصل روحه معناتها يحصل روحه بكلام ربي، بذكر الله وكتاب القران ديما حذاه ويذكر في ربي بقدره ربي ما يجرى له حتى شيء. ومش زاد كيف واحد يمد لك حاجه تاكلها ولا يمد لك مشروب تشربه، لا لازم انا نعرف ويكون كشتي مسكر، هو مسكر وما نمنوش خليه يبدا محلول ولا يحط لك ماكله يقول لك كول، نجم يحط لك نابورت كوا غاديك موجود السحر، وبرا قعد اجري عاد على باش تفك السحر وموجود ودرا شنو وفلوس وجري والهيت وكذا. بالنسبه للي يلتجئوا للسحره والمشعوذين والدجالين باش يؤذوا غيرهم، شنو رايك فيهم؟ علاش وصلنا المواطن التونسي يحب يؤذي اخوه اخته صاحبه صاحبته؟ والله الشرانيه عدوانيه في العبد، الواحد ينجم يقولوا لهم حسبي الله ونعم الوكيل، وما تنجمش خاطر كان باش تنجم هو يأذي وانت تأذي، ما عادش تولي نبعدوا برشا على الإنسانية ونبعدوا برشا على الإيمان، وخلوه بينه وبين ربي حسبي الله ونعم الوكيل. في كل واحد معناها حاول يؤذي أخيه الإنسان.